مصر زيها زي أي دولة بتدور على مصلحتها، تشوفها فين وتمشي وراها أيا كانت الظروف وحالة الاستقطاب الدولي. ولأن مصر دولة كبيرة وإقليمية وليها وضعها في العالم، أي خطوة بتاخدها بتسمع في العالم كله. وكان آخرها طلب القاهرة الانضمام رسميا لتجمع دول بريكس. كلنا عارفين إن ده تجمع دولي جديد بتقوده روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، بيمثل كيان صاعد جديد وهدفه بناء تعاون اقتصادي ومالي وتجاري بين الدول الأعضاء ومواجهة الدولار والهيمنة الأمريكية على اقتصاد العالم. البريكس فكرة قديمة جدا، لكن تم الإعلان عنه رسميا بعد توحش الدولار واستخدامه في العقوبات الأمريكية على الصين وروسيا. البريكس ليه ذراع مالي وهو بنك التنمية الجديد، وده مصر انضمت ليه رسميا قبل كده. هدفه مساعدة الدول الأعضاء في التمويل المالي بعيدا عن المؤسسات المانحة التانية. ومن بين أهداف بريكس الأساسية اعتماد عملات الدول الأعضاء في المجموعة في التعاملات التجارية بعيدا عن الدولار. وفي مقترح قوي بإنشاء عملة موحدة بدول البريكس زي اليورو الأوروبي واللي بقى بديل للعملات الأوروبية. لكن يا ترى لو البريكس عملت عملة موحدة زي اليورو، إيه هو مصير الجنيه المصري؟ وهل ممكن مصر تتخلى عن عملتها؟ بانكير، نبض البنوك. شوف حضرتك، أوروبا كلها ما كانتش مصدقة إنه هيبقى في عملة موحدة، وده لأن العملات الأوروبية الشهيرة كانت قديمة جداً وقوية. لكن حصل، واليورو ظهر في أول يوم سنة 1999 وبقى العملة الموحدة في أوروبا بخلاف الإسترليني بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. والقصد إن مصلحة الدول هي اللي بتحكم في النهاية، والنتيجة اليورو الأوروبي من أقوى عملات العالم، وده معناه قوة كل الاقتصاديات الأوروبية. لكن نرجع لقصة البريكس والعملة الموحدة المقترحة. هنقول لحضراتكم إن أي قرار اقتصادي خطير في أي كيان بيتم دراسته بشكل عميق جدا، وكمان بياخد وقت وترتيبات كتيرة وظروف تكون مهيئة، وخاصة في موضوع العملة الموحدة لأن في تفاصيل كتيرة لازم تتنفذ. من بين التفاصيل دي أولها إن دول الأعضاء تكون اقتصادياتهم متقاربة من حيث النمو والناتج المحلي زي ما حصل في أوروبا وظهور اليورو. غير كده يبقى العملة الجديدة هتقابل مشاكل كتيرة، وأكيد قادة البريكس عاملين حساب ده، وأكيد هتكون في خطط للنهوض باقتصاديات الدول الأعضاء علشان تكون قريبة من بعض وما يحصلش أي أزمة كبيرة. في مقترح تاني بديل للعملة الموحدة، وهو إن دول الأعضاء تحتفظ بالعملة الوطنية بتاعتها في معاملتها التجارية والمالية مع بقية دول العالم خارج بريكس، ويتم إصدار عملة مشتركة للتعامل بيها بين أعضاء بريكس. يعني الدولة العضوة في المجموعة هيكون معاها عملتين، العملة بتاعتها زي الجنيه عندنا، وعملة تانية للبريكس تتعامل بيها مع زمايلها في المجموعة. أيا كان نوع وشكل وتوقيت إصدار عملة بريكس الموحدة، موضوع التخلي عن الجنيه كعملة مصرية هتحدده الظروف ساعتها ومدى استفادة مصر من البريكس وعملتها الموحدة، وحسابات تانية كتيرة ممكن تاخد سنين علشان تتطبق. كانت معاكم هبة محمد. بانكير، نبض البنوك.